إذا أسعد الله مساكم أعزائي المشاهدين، هذا أخوكم العالمي يعود معكم في حلقة جديدة، في حلقة اللي إن شاء الله غادي نقسموا على ثلاثة ديال الفقرات. الفقرة الأولى غادي نقول لكم واش ما فراسكمش بأن البرلماني ديال الدبخشي راه خرج ورد على المغاربة، واللي اليوم غادي نقول لكم شنو قال في الرد المشبوه ديالو. في الفقرة الثانية غادي نمشيو إن شاء الله للكشف عن أسرار خطيرة واحد التجارة اللي هي ممنوعة، وهنا الأمر يتعلق بواحد المنتجات اللي كيستعملوهم العيارات لتكبير بعض المناطق الحساسة. اليوم غادي نفجر أسرار فيما يتعلق بهذه المسألة. في الفقرة الثالثة غادي نمشيو نتكلموا على آخر التطورات اللي كتخص نعيمة زاكورة والقضية ديالها اللي مازالت غامضة. ولكن قبل ما نمشيو نشوفوا شنو قال لنا السيد الدبخشي، حاولوا أنكم ديروا لايك لهذا الفيديو وتبارطاجيوه على أوسع نطاق. وأنا صراحة ما نكذبش عليكم، كنت آخر حاجة كنتوقعها وهو هذا البرلماني يخرج ويرد من بعد الشوهة اللي دار لراسو على السوشيال ميديا، ومن بعد الوجه الحقيقي اللي بينه المغاربة هذه فقط يديرها واحد اللي هو وجهه قاصح وما عندوش لاش يحشم. نشوفوا الاخوه الكرام شنو قال من بعد نردوا عليه. واحد توضح الانفعال ديال الباز مع المؤثرين غير باش ندير توضيح، لان الفيسبوكيين قالوا انك يعني انا شوف مره وكيضحك فرحان يعني اول مره كنشوف شي واحد دار زبله على قدها في السوشيال ميديا وشوهتي راسك والناس كامله عرفت الحقيقه ديالك وتكلمتي بلا ما تشعر وبينتي على الوجه الحقيقي ديالك وخارج يعني مازال عندك الوجه وكتضحك. يعني بداية ديال الحوار ديالك، يعني الحوار ديالك المره اللي فاتت بديتيها بجلاله الملك باش تغطي على الزبله، دابا الحوار ديالك باش غادي ترد مورا داكشي اللي درتي باديها بالضحك، ماشي مشكل نكملوا. داكشي اللي قلت البارح انا ما زلت متمسكا به لانه تنتكلم على الحق وعلى القانون، اش تيعطي الحق واش تيعطي وما غنتراجعش فيه. ثانيا واحد التوضيح، انا ما توجهتش للمواطنين والمواطنات. بيني وبينك شنو هي الحاجه اللي كيعطيها الحق وشنو هي الحاجه اللي كيعطيها القانون؟ انت كتقول بانك متمسك يعني وجهك قاصح مازال متمسك، وشنو هو الحاجه اللي متمسك بها؟ هي المعاشات ديال البرلمانيين وهي الحقوق ديالكم انتم كبرلمانيين، وكتقول بان هادشي هذا هو اللي كيعطيه القانون هو اللي كيعطيه الحق. ونشوفوا الحق ديال المواطن هو الاولى اللي حطك بعدا في ديك البلاصه هذيك وانتخب عليك باش انه يوصلك لديك البلاصه، نشوفوك واش عطيتيه الحق ديالو والقانون ديالو قبل ما تتكلم على الحق ديالك انت والقانون ديالك. زياده على هذا حنا قلنا لك واحد المساله، ولا بغيتي تسمع هذاك الحوار ديالك بديك الطريقه والدفاع على المصالح ديالك بديك الطريقه كان ما خصوش يكون في هذا الوقت اللي كدوز منا البلاد الشريف. البلاد كتريب وانت كتدافع على المصلحه ديالك في حين اولا في كفه اخرى للمواطن كيموت، انت ما مسوقش بطبيعه الحال وكتقول انك الان متمسك بداك الشيء اللي قلتي لانه داخل اطار القانون والحق. ايوا فينا هو حق ديال المواطن؟ فينا هو حق ديال المواطن المغربي المقهور؟ من سير من ناحيه الطب، التعليم، حتى الناس اللي ما ذكرتهمش في الحلقه ربما السابقه، الناس ذوي الاحتياجات الخاصه اللي ما عندهمش حق في هذه البلاد. في بلدان اخرى كتلقاهم كتعطوهم اعانات ودعم، كتجي عندو الممرضه للدار كتشوفوا شنو خصو، دعم نفسي، دعم معنوي، دعم مادي، هنا ما كاينش اللي يتسوق لهم. هنا اخر حاجه نتكلموا عليها الحق ديال ذوي الاحتياجات، اخر حاجه هذوك هما اللي كنتكلموا عليهم حنا منسيا في هذه البلاد. بلا ما نتكلموا على المراه المطلقه، المراه الارمله، هذو ما عندهمش حقوق. يعني فقط حنا نكتفيوا بالكلام كما قلتي انت، تمسكوا بالكلام عن الحق ديال البرلماني اللي هو شابع فلوس وشابع امتيازات وشابع امور اخرى اللي هي كتكون تحت الطاوله. نكملوا اسيدي شنو هو الكلام ديالك؟ ما توجهتش للفيسبوكيين، انا توجهت لواحد الصنف اللي هو تينصب نفسه في الفيسبوك، استاذ تيعطي الدروس للجميع الا الراس، تيعطي الدروس للحكومه، يعطي الدروس للبرلمان، يعطي الدروس للمؤسسه الدستوريه، يعطي الدروس للمنتخبين، يعطي الدروس للاعلام، يعطي الدروس للجميع الجميع، وهما تيسميو نفسهم انفلونسور ومؤثرين وتيبخسوا كل شيء بالنسبه لهم. انت دابا منين شتي راسك حصلتي؟ منين شتي راسك حصلتي وليتي كتقول انا ما وجهتش الكلام ديالي للمغاربه، ولما كنتي كتوجه شي دوله اخرى، شي شعب اخر، انت تكلمتي على المؤثرين وحنا شرحنا لك بالخشيبات، قلنا لك المؤثر ما يمكنش انه يكون مؤثر الا اذا لقى واحد الحب كبير من الفئه المغربيه، من الشعب المغربي، هي اللي وصلته انه يكون مؤثر. فانت ملي كيكون عندك مشكل مع مؤثر كيكون عندك مشكل مع المتابعين ديالو، لانه هما اللي خلاه انه يكون مؤثر على هذا النحو. زيد على ذلك انت كتقول ان المشكل اللي عندك معاهم هو انهم كيتكلموا في الامور اللي كتعلق بالبرلماني، الامور اللي كتعلق بالحكومه، وكيتكلموا في السياسه بشكل عام وكيبخسوا من المجهودات ديال الحكومه ديالكم. فانا غنقول لك عاوتاني بلغه اخرى، انت كيفاش بغيتي الناس انها تبقى ساكته ومؤثرين يبقاو ساكتين؟ واش هادو عباره عن حواله؟ يعني كاينين في واحد الدوله اللي خص الناس تسيروا هما يسكتوا، لانك انت هادشي اللي كطالب ان الناس تكون على واحد النحو ديال الحواله، انها تشوف وتسكت، انها تشوف وتصفق لكم تقول لكم برافو داكشي اللي انتم غاديين فيه راه مزيان.
وانت اليوم كتقول بان هاد المؤثرين كيعطيو الدروس للحكومه وماشي هما في واحد المنصب او لا في واحد النقطه اللي نتوما تعطاكم الدروس. نشوفوا هاد الحكومه ماذا قدمت. ملي كنمشيو نشوفوا الحكومه ديالكم اللي كانت كتدعي الاسلام في السابق ماذا قدمت، كنلقاوها ما محتاجاش الدروس، هي محتاجه لمحاربه الاميه. اما الدروس لا يمكن ان تعطى لواحد الناس اللي من نهار طلعوا الحكومه وهم كيقلبوا فقط يسويوا الوضعيه ديالهم، والدليل ها هو في اخر خرجه ديالك كتقلب فقط تسوي الوضعيه ديالك والمصالح ديالك والمعاشات ديال البرلمانيين، وهذا هو اخر حاجه تكلمتي عليها في المسار ديالك. نزيدو نكملو نشوفو شنو غايقول. باليهم البرلمانيين والمنتخبين متابعين غير التعويضات والمعاشات، وهذا ليس صحيح، والبلاد ما تتمشيش بهذا الشيء. هذه البلاد اللي واقفه، واقفه بالمؤسسات ديالها، واقفه بالناس اللي تيشتغلوا بالنيه والتعويض. لا سمح لي، هذا خطا درتيه، هذا خطا ارتكبتي ربما في الخرجه ديالك. انا كنقول لك جيتي ترد ومازال كتزيد تزبل لي العين، لانك انت كتقول بان البلاد واقفه بالمؤسسات. لا خطا، البلاد واقفه بالشعب اللي وقفت المؤسسات، لان لولا الشعب ما عمر المؤسسات كانت غادي تكون. البلاد واقفه بالشعب، والشعب اللي وقف المؤسسات، والشعب اللي حطك تما، واللي انت اليوم خارج كتهكم عليه بهذه الطريقه، وخارج في خرجه البلاد كتدوز واحد الوضع اللي هو جد حساس، وكل شيء يعني متهالك من الناحيه الاقتصاديه. انت كتكلم لي على المعاشات، وكتكلم لي على الحقوق ديال البرلمانيين، متعامين ومتناسي الحقوق ديال المواطنين اللي هما في واحد الحاله اللي هي يرثى لها. نزيدو نشوفوا شنو غايقول. ينتقدوا البرلمانيين ولا ينتقدوا الوزير، هادو مواطنين وهما اللي تيعطيو الصوت ديالهم. انا تنتكلم على واحد النوع من الناس اللي هما امتهنوا التبخيس ديال السياسه وديال السياسيين وديال المنتخبين وديال المجتمع المدني، وبالتالي انا الامر ما داكشي اللي قلته ما زلت متمسكا به، لا في النسبه للمعاشات ولا بالنسبه للتعويضات، وما غيخلعني حتى شي واحد، لانه داكشي اللي قلته انا تنعتقد بانه حق. انت كما كنتيش مخلوع، كنتي اصلا ما غاديش تخرج في هذه الخرجه وما كنتيش غادي تتكلم، هذه رقم واحد. ثاني حاجه، انت كتقول بان هناك ناس اللي هما يبخسون المجهودات ديال الحكومه. حنا سهل هذه القضيه نعرفوا واش هاد الناس هادو عندهم الحق ولا لا. نشوفوا النتائج ديال هذه الحكومه، شنو هي الحكومه، هذه الحكومه شنو قدمت للمغرب وشنو قدمت للمغاربه. اذا لقيناها بالفعل خدمات ودارت كثير من الامور، فهاد المؤثرين ما عندهمش الحق، وهاد المؤثرين كما قلتي انت فهم يضرون بمصلحه الوطن. ولكن ملي كنجيو نقلبوا كنلقاو العكس، كنلقاو الحكومه ما قدمت حتى شي حاجه، المغرب غارق في الديون، المواطن يعاني، جات هاد الازمه زادت بينات لنا العيوب ديالنا، التعليم عاد ما تراجع للوراء، الصحه عاد ما تراجعت للوراء. اذا هاد الناس اللي كيتكلموا ويبخسون كما كتقول انت ويمتهنون تبخيس المجهودات اللي كتقوم بها الحكومه، هما عندهم الحق، هما عندهم الحق، لان هذا هو الواقع. فانت علاش كتكلم؟ نكملوا نشوفوا شنو غايقول. وهو صواب، ومره اخرى غادي هذه القضيه ديال الشعبويه غادي نواصلوا وسننتصر عليها مره اخرى. ما تنقصد والله سيدي ما كاينش الشعبويه قدك الدبخشي اللي كنتي انت ما عمرنا سمعت به. هذا كتقول انت ولاد فاس كيعرفوا، انا ما عرفتش. كمل. ما تنقصدش المواطنين والمواطنات، هذوك تيخلطوا راسهم، هذوك المؤثرين اللي تكلمت عليهم بغاو يخشيو راسهم مع المواطنين ومع الفيسبوكيين، راه غير يمشيو يقلبوا على شي حاجه اخرى. تنقصدهم هما وغنبقى ليهم سد. انت كتقول بان المؤثرين بغاو يخشيو راسهم مع المواطنين وبغاو يخشيو راسهم مع الفيسبوكيين، على هاد المؤثرين انت اللي كتكلم عليهم، اين بلاد هما، اين دوله؟ راه كنقول لك انا شرحتها لك بالخشيبات وغادي نعاود نشرحها لك. المؤثر يساوي واحد العدد كبير من المغاربه، راه ما كيساويش راسه. ملي كنقولوا مؤثر راه ما وصل انه يكون مؤثر الا الالاف من المغاربه. انت ملي كتعاير المؤثر او ملي كيكون عندك مشكل مع مؤثر، فانت كيكون عندك مشكل مع واحد الفئه كبيره من المغاربه. هاد الشيء خاصك دير دروس ديال الدعم ربما باش تفهم هاد الامور اللي كنقول لك. تمانيع وما غيخلعني حتى شي واحد، ملي غيكون الحق غنقولو، غادي نقولو وساصبر عليه. مازال كيتكلم على الخلعه، لاحظتوا معايا؟ مازال كيتكلم على الخلعه والحوارات ديالها كامل كيتكلم على الخلعه. هذه بلادنا خصنا ننتصروا ليها، وخصنا ندافعوا عليها، وخصنا نركزوا رجلينا فيها. عرفتي علاش المنتخبين علاش تيتخلصوا؟ التعويضات علاش؟ علاش؟ علاش علاش تيتعوضوا؟ انا بغيت نعرف علاش، علاش كيتخلصوا؟ قول لينا علاش. والله الا هذا هو السؤال اللي لقيتيني كنقلب عليه من الصباح. علاش المنتخبين وعلاش هاد البرلمانيين اللي كيخرجوا كياخذوا ديك التعويضات؟ شرح لنا السي العالم والفاهم والعلامه الازمي، شرح لنا العلامه الدبخشي، نسميك العلامه الدبخشي، شرح لنا علاش كياخذوا التعويضات، قول لنا. لان هذا تحصين ديالهم من الفساد. بلاتي انا نعطيك تجزئه نوقع عليها عندي فيها 28 عام ديال التعويضات اللي تناخذ دابا، 28 عام، تجزئه وحده نوقع عليها، نشدها في البيرو ديالي ونخلي حتى يطلع هذاك ويهبط، ونجي نتخلص عليها 28 عام ديال التعويضات اللي تتكلم عليها. واش هذا هو المغرب اللي بغيتيه؟ لا لا، المغرب ديال فراسك. دابا واحد القضيه درتيها خطيره جدا، هذا الكلام اللي قلتيه خصك تفتح فيه تحقيق. انت دابا كتقول بانك تجزئه وحده
تصنيع ليها تاخذ فيها 28 عام ديال التعويض. يعني عندك المساله مضبوطه بالارقام، يعني حتى داك الرقم اللي تعرض عليك مثلا في شي جزئيه انت عارف شحال ديال الرشوه غادي تقدم ليك، عارف هذه المساله مضبوطه. فعلاش هاد الناس هادو اللي عرضوا عليك هاد الرشاوي ولا هذا ما قدمتي بهم حتى شي شكايه، ما شفنا حتى شي حاجه على الارض الواقع؟ انت كتكلم وفي نيتك يعني الداخل ديالك راه هاد شي دوسي معاك، يعني وعارف كيفاش كتتم الامور وعارف الخبايا ديال الامور، وانت كتقول اليوم انا يا اما ناخذ تعويضات يا اما غادي نولي نسني، تهدد بطريقه اللي هي غير مباشره، وهذا راه اعتراف صريح منك على اساس انك انت تعلم ما يقع في الخفاء وكنتي محتك بهذا العالم حتى لدرجه قصتي داك الشيء بالارقام، عارف يعني بشحال كتباع الجزئه بشحال كيدوزوا الصفقات، عارف هاد الامور وقلتي لنا شحال من عام كيساوي هذاك الرشوه اللي غتاخذ، شحال كتساوي من عام ديال التعويض. المساله عندك مضبوطه وهنا راك تكلمتي بلا ما حسيتي. ندوزو نكملوا معك. مؤسسات ديال المنتخب تختاروا الشعب، تختاروا الشعب والشعب هو اللي تعطيه التعويضات وتيبقى في ديك التعويضات ولا دخل يديه شي حاجه ديال الفساد تقطع عليه. هذا هو المغرب اللي بغينا. لا اسمح لي، ماشي هذا هو المغرب اللي بغينا. انت كتقول اليوم ان اللي ياخذ التعويضات ونهار اللي يحط يديه في شي حاجه ديال الفساد يتقطع عليه يديه. نتحداك اليوم انت كتكلم بهذا الكلام، جبد لي شي نهار شي برلماني تقطعت ليه يديه. انا ما كنشوف البرلمانيين عاد ما كيزيدوا كيطوالوا ليهم اليدين. وريني شي برلماني تحاسب او لا شي وزير تحاسب، وريني. انت اليوم كطلب التعويضات كتقول باش اننا ما نوصلوش اننا نسرقوا، هادشي دابا اللي كتقول باش ما نسرقوش عطيونا التعويضات، ومع العلم ان السرقه كاينه مع التعويضات ولا بدون تعويضات، كاينه السرقه موجوده وهاد المسائل راه هي معروفه. ولكن المحاسبه هاد القضيه ديال قطع اليدين اللي قلتي انت، حنا فايتين شناها كمغاربه؟ ما عمرنا شناها. وفي القضيه ديال الطفله نعيمه اللي اليوم غادي نتكلموا على خير دليل بان المسؤول اللي كيكون كبير ولا وزير او شيء من هذا القبيل ما كيقدرش يوصل، ان ما كنشوفوش حنا كمغاربه وصل للمحاسبه اولا كنشوفوه مشى للحبس. يعني انت اليوم كتكلم على واحد الحاجه اللي هي ما كايناش، وانت كتقول بان المواطنين هما اللي كينتخبوا عليا وكيوصلوني لذاك المكان. انت اليوم خرجتي في خرجه مورا خرجه ضد كاملين المغاربه، وراك شتي شنو دايرين لك المغاربه بالديسلايك والمعيور لدرجه الى هبطتي غير التعليقات غتلقاهم صبنوك ديال بصح. الناس اللي كيقولوا لك شفار كل واحد وشنو كيقول لك، علاش؟ لانك اثرت الغضب ديالهم، واللغه باش تكلمتي هي لغه ضد المغاربه، وراه ما يمكنش هاد الضجه كامله في السوشيال ميديا غير هكاك، راه ما يمكنش الا وانك اثرت غضب المغاربه اللي تخليهم يقولوا فيك اللي كاين واللي ما كاينش. وانا دابا غادي نقول لك واحد المساله اللي هي اخيره، راه اخطر حاجه شنو هي؟ اخطر حاجه هي انك تستفز المغاربه. الحاجه اللي كدير فيها انت اليوم، استفزيتي المغاربه في الخرجه الاولى وانت مازال خارج بوجه قصح، كتزيد تستفز المغاربه وكتزيد تستفز اخطر من هذا، كتزيد تستفز المؤثرين. وكيقول لك واحد المثل، هبش تجبد حنش. وانت هذا الشيء اللي كدير فيه يكون متاكد انهم غادي يرجعوا للماضي ديالك وغادي يشوفوك شنو كنتي داير في مدينه فاس وشنو هي الخروقات اللي ربما طحتي فيها، ويراجعوا جميع العمل السياسي ديالك من النهار اللي بديتي حتى ليومنا هذا. وتلقى تفاجئ تصدم كيف ما كنقولوا، وتلقى جميع العيوب وجميع الخروقات تلقاها محطوطه امامك في السوشيال ميديا والناس كيتفرجوا فيها. فانا نقول لك راجع نفسك واعتق راسك وخرج واعتذر للمغاربه. انت اليوم كتقول انا ما نعتذرش للمغاربه، وانا متمسك بداك الشيء اللي كنت فيه، وتحمل المسؤوليه ديالك شنو غادي تكون رده فعل المغاربه في الايام المقبله. وحنا كنقطه اخيره باش المغاربه يفهموا شنو واقع في البلاد، هذه المساله اللي اليوم وصلنا كنتكلموا على المعاشات والتقاعدات ديال البرلمانيين والناس فرحانين، قال لك وصلنا لواحد النقطه ان التقاعد ديال البرلماني ما بقاش، المعاشات ما بقاتش والناس فرحات. وهنا خصكم تعرفوا المغاربه واحد المساله، ان هذا الشيء راه ماشي بخاطرنا وماشي بخاطر الحكومه، وماشي رغبه من المغاربه ورغبه من الحكومه. البلاد كتعيش واحد الازمه اللي هي اقتصاديه، اللي غادي يطلب من الدوله كحل انها تقوم بتقليص مجموعه ديال الميزانيات اللي كاينه اللي مخصصه لواحد المجموعه ديال الجهات، اللي منها راكم شفتوا مجموعه ديال الاقتطاعات. من النهار اللي بدات هذه الازمه في البلاد كانت مجموعه ديال الاقتطاعات ديال رجال الامن، الناس اللي خدامين في العسكر في الدار كيتم الاقتطاع لهم الاجور ديالهم، الناس ديال التعليم كان يتم اقتطاع من الاجور ديالهم. يعني ما كاينش شي قطاع ما غاديش توصل له الدوله وغادي تقوم بتقليص الميزانيه الخاصه به هكذا باش يكون واحد النوع ديال التوازن الاقتصادي، لان كما كتعرفوا البلاد كدوز في واحد الازمه، وغادي يمشيو من ذاك المواطن الصغير غادي تفرض عليه ضرائب، غادي تفرض عليه كثير من الامور، غادي تمشي الناس اللي كيشدوا اجور واللي خدامين مع الدوله، كان الناس اللي خدامين في الامن العسكر البوليس الناس ديال التعليم، راكم شفتوا مجموعه ديال الاقتطاعات. والمساله غادي توصل حتى للناس الكبار اللي هما الناس اللي خدامين في البرلمان وكذا، حتى هما سيتم التقليص من الميزانيه ديالهم. وهذا الشيء كله هو نيه واقع على حسب الظروف اللي كدوز منها البلاد. اما الان الاخوه الكرام غادي نمشيو لواحد الموضوع اللي هو خطير جدا، ولهذا الموضوع شو انا ولا بكثره في الاونه الاخيره، وهنا الموضوع كيهم العيالات بالدرجه الاولى، واللي كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو هذه الحلقه وتوصلوا هذه المعلومات اللي غادي نقول لانها خطيره واللي ممكن انكم تعتقوا الكثير من الناس. وهنا كنتكلم على الرغبه
اللي وصلنا لها واللي وصلوا لها العيالات في هذه الاونه الاخيره انهم كيبغيو يحصلوا على مناطق حساسه اللي هي كبيره، كتبغي تكبر المؤخره ديال الشيء اللي كيخليها انها تقوم يعني بطرق اللي هي مختلفه اللي ممكن تعرض الصحه ديالها للخطر. هنا غادي نهضر على واحد التجاره اللي هي تجاره اللي هي ولات خطيره، اللي كاينه حاليا على اليوتيوب، كاينه على الانستغرام، كاينه على الفيسبوك، كاينه على مجموعه ديال المواقع، واللي عليها واحد الاقبال اللي هو رهيب جدا، عليها واحد الاقبال اللي هو رهيب جدا. غنتكلموا على القويلبات، غنتكلموا على الحصى الصحراويه، غنتكلموا على بزاف ديال الامور، غنتكلموا على القديره. هاد الامور هادي كلها هي نيا، واش بصح عندها واحد النفع؟ واش بصح تقدر تفيد المراه في تكبير المناطق الحساسه ديالها؟ هذا هو السؤال اللي مطروح. واش ممكن تكون اضرار صحيه ربما على المراه اذا استعملت هاد الامور؟ شنو هي الحقيقه ديال هادشي؟ اول حاجه ملي كنجيو نشوفوا السميه كنلقاو مثلا اللحصة الصحراوية، القويلبات الصحراوية. هنا السؤال علاش كيتم استعمال الصحراوية؟ علاش كيتم استعمال ديال الكلمة ديال الصحراوية؟ لأن احنا معروف في المناطق الصحراوية أن المرأة هي ذات جمال، كيكون عندها واحد الشكل اللي هو معروف، كيكون الشكل ديال الجسد ديالها جذاب كيف ما كنقولوا، فهما كيستعملوا ديك كلمة الصحراوية على أساس أنك إذا استعملتي ديك المنتجات غادي تولي كتشبهي الفورما ديال ديك الصحراوية اللي هي الجينات ديالها ما محتاجاش لديك المنتجات، يعني جينيا، يعني كنتكلموا من ناحية الجينية الجسد ديالها هو داير هكاك بدون حاجه انها تستعمل حتى شي منتج، هي كتكبر بديك الفورمه، هي كتكبر بديك الطريقه. وهما كيحاولوا ياخذوا هذه المنتجات ويلصقوا بها كلمه صحراويه، وفعلا ديك المنتجات تقدر تكون كتصايب في الصحراء، يعني احنا ما كذبناش هذه المساله، ولكن كيلصقوا فيها ديك كلمه صحراويه هكذا باش يوهموا الانسان في عقله الداخل انك اذا استعملتي هذه المنتجات غادي تولي الفورمه ديالك صحراويه. هنا كنتكلموا على مجموعه ديال القويلبات اللي كيتصاوبوا بواحد الطريقه اللي هي عشوائيه، كيشدوا مجموعة ديال العشوب كيدكوهم كيطحنوهم كيعجنوهم وكيردوهم على شكل قويلبات. هاد القويلبات كيتجمعوا ب 30 حبة ب 50 حبة ب 100 حبة في طاسات، وكيتباعوا كيف ما قلت لكم عبر مواقع ديال الانستغرام فيسبوك، والناس كتوموندي بكثرة. وهاد القويلبات الخطر فيهم انهم كيتستعملوا بواحد الطريقة اللي هي يومية قبل النعاس، ربما كتخشيهم المرأة كل ليلة قبل النوم عبر المخرج ديالها. السؤال اللي كيبقى مطروح، واش هاد الأشياء هادي اللي كتستعمل ب 30 يوم 60 يوم وهي كتخشي ديك المسائل عبر المخرج ديالها، واش هادشي عنده شي نتيجه؟ واش كيكبر بالصح؟ انا الناس ملي غادي تجي تسولهم دائما عندهم جواب واحد، كيقول لك راه فلانه استعملته ولقات النتيجه، فلانه استعملته ولقات النتيجه. الشيء اللي كيخلي ان بزاف الناس كيمشيو في الطريقه هذا. والدليل على الكلام ديالنا نعطيكم واحد الدليل اللي هو قوي، واحد السيده اللي هي معروفه على اليوتيوب دابا حاليا كيم كارداشيان المغرب، يعني كانت معروفه بان الفورما ديالها كانت زوينه وكانت كذا لانها كانت كتستعمل بعض المنتجات. دازت واحد المده بقات الفورما ديالها زوينه، نهار اللي مشى التاثير ديال ديك المنتجات السيده رجعت للفورما ديالها الاصليه والتشويه اللي كانت عليه في البدايه. ولكن الخطر اللي غادي نتكلم عليه في هذه الحلقه ماشي هو هذا، غنتكلم كيف يتم صناعه هذه الاشياء، وكيف بشيء يدخل عبر الدبر او لك يدخلوا عبر المخرج، كيفاش به غادي يقدر يكبر لي واحد المنطقه اللي هي معينه. هنا الخطير في الامر، وهنا كنتكلموا مع جمعيه حمايه المستهلك اللي هي غائبه جدا كل الغياب، ما كايناش هاد القويلبات للاسف الاخوه الكرام، يتصايبوا بواحد الطريقه كيقول لك كيديروا لك فيديوهات في يوتيوب، هذا هو المشكل. يقول لك ها كيفاش تصايب، سير عند العطار خذ شويه ديال التمر، خذ شويه ديال كذا، خذ شويه ديال كذا، دكو دكو. حتى ملي كتشوف ديك الاشياء كتلقاها فعلا اشياء طبيعيه، يعني ما كاينه حتى شي حاجه اللي فيها مشكل. انت بعد المرات ملي كتفرج في ذاك الفيديو كتبدا تفكر، كتقول انا بلا ما نصايب هذا الشيء ها هو الطريقه ديال انك تصايبه، هي كاينه، هو كيدير لك الطريقه ديال تصايبه باش انك تشوف على اساس ان داكشي طبيعي. انت كتفكر كتقول انا بلا ما نصايب هادشي نمشي ندومونديه واجد، هذا راه كيصايبو طبيعي، راه ندير فيه الثقه غيصيفطو لي واجد ونستعملو. الحقيقه ديال الامر ما كتكونش داكشي اللي كيبيع لك هو داكشي اللي كيصايب في الفيديو، انهم كيشدو ديك الاشياء اللي كيطحنو وكيزيدوا معها اشياء اللي هي مختلفه. وهنا الخطير في الامر كنتكلموا على الكينه ديال دردك، الكينه ديال دردك اللي معروفه كدار البقر، كيكبروا بها البقر، يعطيوها البقر والبقر كتحصل على واحد الحجم اللي هو كبير، كيشدوا هاد الكينه هادي كيدكوها حتى كترجع غبره، حتى كترجع غبره، وكيخلطوها مع القويلبات وكيعطيو للعيالات. بطبيعه الحال المراه ملي كدير ديك القويلبات فيها دردك راه كتزاد لها الشهيه، كتولي كتغلاض بواحد الطريقه اللي هي مهوله، والسيده كتفرح كتقول لك القويلبات عطاو نتيجه، هاد القويلبات الصحراويين خطيرين، وكتمشي تقول كتمشي تجري كتقول لصحاباتها راه خديت واحد القويلبات من عند فلانه وعطاو نتيجه وكذا وكذا وكذا، وقويلبات طبيعيين. وانت ديك السيده اللي شرات من عندها كتشرح لها من الفيديو على اساس انهم طبيعيين وصحيين وما فيهم الا التمر وما فيهم الا كذا كذا كذا، وهم لا يعلمون بان الحقيقه ديال ذوك القويلبات فيهم مواد اللي هي كيميائيه اللي هي مضافه اللي غادي تضر لك بصحتك، غادي تغلطك بالفعل، وغادي تغلطك بواحد الطريقه اللي هي عشوائيه، غتغلطك بواحد الطريقه اللي هي عشوائيه، وهذه المساله كتعلق بالجينات ديالك، تقدري بالفعل تحصلي على الفورمه اللي بغيتي، ولكن من بعد
اللي غادي تقدر توقع لك مشاكل في الجسم ديالك، تشوه، تغلاضي بواحد الطريقه اللي هي ما كنتيش انت كتنتظريها، تقدر الله يحفظ انه تصاب بسرطانات او لا شيء من هذا القبيل بدون علم ديالك. لكن هذه المسائل كتتم في الخفاء، وهذه الانشطه راه قويه الاخوه الكرام على موقع الانستغرام وعلى موقع ديال اليوتيوب. لا حديث عن حتى شي واحد ما غادي يتكلم لك على هذه الامور، حتى شي واحد ما غادي يتكلم لك على هذه الامور هذه. وراه لسنوات ودرت انا فيديو هادي عام، راه درت فيديو هادي عام كنحضر من هذا المرض هذا، كنحضر منه، وحتى شي واحد ما تسوق، حتى شي واحد ما تسوق. وهنا نتكلموا عاوتاني على ديك اللحصه الصحراويه، اللحصه الصحراويه وواحد المساله كيشدوا كيخلطوا الشوكولات وكيخلطوا مجموعه ديال الامور، يعني كتكون على واحد الخليط كتكلب كيتكلب المعلقه كيف ما كنقولوا، كيسميوه هما لحصه صحراويه. هذاك الخليط كيتكل عن طريق الفم ماشي عن طريق المخرج كيف ما تكلمنا عن القويلبات. هذاك الخليط كيقول لك سيدي داك ليتيه كيخليك انك تزيد في الوزن بواحد الطريقه اللي هي سريعه. شنو هو السر ديال هذه اللحصه هذه؟ السر ديال هذه اللحصه انهم كيشدوها وكيزيدوا فيها كينات ديال فتح الشهيه اللي هي خطيره وعندها تاثيرات جانبيه اللي هي خطيره، كيزيدوا فيها سيروات وكيزيدوا فيها بعض الكينات. انت بطبيعه الحال ملي كتشري ديك اللحصه وكتاكلها كتحس براسك فيك الجوع ديال الدنيا والدين، وهنا مباشره بالفعل البنت كتبدا كتحس بالجوع وكتحس بالرغبه في الاكل اللي هي قويه جدا، وكتقول واو هذه اللحصه عطات المفعول ديالها، وكتبدا تاكل وكتلقى بان الوزن تزاد، ولكن كتنسى بانها دخلت مواد كيميائيه اللي هي خطيره اللي كما قلت لكم كتسبب في امراض اخرى، يا امراض جلديه، يا تساقط الشعر، يا مشاكل في الهرمونات ديال المراه، يا زياده في الوزن بواحد الطريقه اللي هي غير مسبوقه، لان كيوقع واحد الخلل على مستوى ديال الهرمونات وتوازن الهرمونات ديال الانثى. وكما قلت لكم هذه الاشياء تقع في الخفاء لا يعلمها احد، وهذه التجاره عليها اقبال بدون تدخل الدوله. وانا كنقول لكم راه كاين بزاف ديال الامور صراحه اذا جينا ما نتكلموا عليها، والله العظيم راه الفضل. انا كنقول اليوم هذا هو الاعلام البديل ديالنا، هذا هو باش حنا غادي نقدروا نتواصلوا. اما الدوله راه كثير من القطاعات مخلياهم غاديين وما غاديش تدخل فيهم بكل بساطه، ولكن حنا اذا قدرنا نتواصلوا مع بعضياتنا ونديروا فيديوهات من هذا النوع، وانتم عاوتاني ديروا الدور ديالكم تبارطاجيو وتوصلوا الرساله للناس والناس تعرف هذا الشيء، ما غاديش تبقى تجاهل الاتجاه هذا، ما غاديش تبقى تجاهل الاتجاه هذا. كذلك كنتكلموا على المساله ديال القديره اللي هي عندها واحد هذيك القديره اللي معروفه كيشد واحد القله كيديروها على شكل مساج على ديك المنطقه الحساسه ديال الانثى، ديك المنطقه كتنفخ الانثى عاوتاني كتبهر كتقول لك واو هذا الشيء هذا افيكاس، كتدوز واحد الوقيته كتولي كتوقع ترهلات، اللحم كيبدا يتطلق وداك الشيء كامل كيتفش وكيطيح. يعني هذيك الرغبه هنا كنشوفوا ان ديك الرغبه اللي عند الانثى انها كتبغي توصل لواحد النتيجه بدون عناء، بدون انها دير رياضه، بدون انها دير شي ريجيم اللي هو مقاد، بدون يعني باغا نتيجه بسرعه بسرعه البرق. شنو كيتحصل في الاخر؟ كتلقى راسها لقات النتيجه، كدوز واحد الوقيته كتولي النتيجه عكسيه وكتولي النتيجه عليها للاسف. هنا غادي نتكلموا على مجموعه ديال الامور اللي صراحه انا كنشوف بان خاص جمعيات المستهلك وحمايه المستهلك انا هي اللي تدخل. هذا الشيء ما خصناش حنا كاع نتكلموا فيه، كاين ناس اللي خصهم يقوموا بالواجب ديالهم للاسف ما قايمينش بالواجب ديالهم. وهذا الشيء السي الدبخشي راه هذا الشيء هذا علاش كنتكلموا. غنعطيكم واحد القضيه وهنا الرساله للامهات، نقول لكم حضي وليداتكم شنو كياكلوا. هاد الايام كاينه واحد الحمله اللي هي غير مسبوقه في الغش في داك الشيء ديال بيموات ودانونات، كاع الاشياء اللي كياكلوا الدراري الصغار ديال درهم وجوج دراهم فيهم واحد الحمله ديال الغش غير مسبوقه. وهنا غادي تلاحظوا معايا واحد المساله، الناس اللي كانوا قدام ديال الجيل ديال التسعينات الثمانينات كيقول لك اسيدي كنا كنشرو بيمو ديال درهم كان فيه واحد المذاق في شكل كان المذاق زوين، جينا دابا كنلقاو بان البيمو ولا مغشوش ولا فيه واحد المذاق اللي هو معين. انا مشيت درت واحد التحقيق بسيط في هذه القضيه هذه، لقيت بان الاطفال ديالنا راه ما بقاو كياكلوا الا التسمم. هادشي خصكم نتوما تعرفوه. حاليا كاينه واحد الحمله، ملي مشيت سولت المعنيين بالامر قلت لهم علاش كاين هذا الغش هذا وعلاش كاين هذا التغيير على مستوى المذاق ديال هاد البيموات وهاد المسائل، علاش كاين واحد التغيير؟ جواب كان بسيط ديالهم، قال لك اسيدي حنا ما بقاتش كافيانا هذيك درهم ديال شحال هادي باش اننا نعطيكم نفس المنتوج، وبغينا نخليو نفس الثمن وفي نفس الوقت نخليو نفس المنتج. يعني ها هو نفس المنتج بنفس الثمن ولكن غادي نلعبوا فيه الداخل، الشيء اللي كيخليهم حاليا كيصنعوا ديك المنتجات بتسممات اللي هي حقيقيه اللي غادي تفرع الجهاز الهضمي بعد ديال داك الطفل، وغادي تنقص من الذكاء ديالو لانه يوميا كيولي مدمن على استهلاك ديك التسممات. وانا كنتكلم على تسممات اللي هي خطيره، وهنا النداء ديالي الاباء واولياء ديال الاطفال، ردوا البال ديالكم. حاليا في 2020 كاينه واحد الحمله هي مسبوقه، راه عبر السنوات كل ما كيدوز عام الا وكيزيدوا ينقصوا من الجوده ديال ديك البيموات وكيزيدوا ينقصوا
من الجوده ديال ديك دانونات بلا ما تحسوا نتوما. هذيك الاشياء كتطرى كيميائيا في مختبرات اللي نتوما ما كتشوفوا ديك الامور، ما كتشوفوا فيها حتى لعبه، ما كتشوفوا فيها حتى شي حاجه. الشوكولات اللي كتاكلوا راه ماشي شوكولات، اشياء اللي كتصنع بها ديك الاشياء كلها هي نيه مزوره وكلها هي نيه مسممه. وهذا الشيء كما قلت لكم يؤثر على الذكاء بالدرجه الاولى، يؤثر على الذكاء ديال الطفل ويؤثر على الجهاز الهضمي ديال الطفل. اذا هاد النداء هذا ما وصلتوش، كونوا متاكدين، كونوا متاكدين هادشي هذا. راه انا كنشوف بان الدراري كيشريوا هاد المسائل يوميا، وانا كنقول بان هاد الحملات لا احد يتكلم عنها، حتى في اليوتيوبر حتى شي واحد ما كيتكلم عنها، هادشي ديال التصوير ديال بيموات ودانونات حتى شي واحد ما كيتكلم عليهم. وهاد المسائل القائمه ومشيت تحققت منها بيدي وسولت الناس اللي واقفين عليها، وقال لك سيدي ما بقاتش كافيه انا ديك درهم وجوج دراهم في ذاك المنتوج، فولينا مضطرين اننا نمشيو ونقصوا من الجوده ديال ديك الاشياء. وهذا الشيء اللي غادي يخلينا نعاودوا نطرحوا السؤال، واش بيني وبينكم الاخوه الكرام دابا غير بيناتنا كنتكلموا، واش الدوله غلبها انها باشاره واحده انها توقف هذا الشيء هذا كامل باشاره واحده؟ هنا كنتكلموا على هذه المسائل، الانشطه ديال الكديره وهادشي ديال الحساء والقويلبات اللي كيتباع، راه باشاره يتوقف هذه المسائل كامله، يديروا فيها واحد العقوبات اللي هي حبسيه طن تحبس. كنشوفوا ان الدوله مغمضه عينيها على فحال هاد الامور رغم انها كتعرض الحياه ديال المواطن للخطر. كنتكلموا عاوتاني على المساله الثانيه ديال هادشي ديال الغش في البيموات، وهذا هاد الجمعيه ديال حمايه المستهلك فين هو الدور ديالها؟ وراه بامكان عاوتاني الدوله التدخل في هاد المساله هادي. عاوتاني نتكلموا على الضجه الاعلاميه اللي هي قائمه حول طفله نعيمه اللي شنا داروا عليها واحد البروباغندا اللي هي كبيره، دابا حاليا الكل يتكلم على الكنوز، الكل يتكلم على الفقهاء. انا نقول لكم واحد المساله، واش الدوله غلبها انها توقف هاد الانشطه ديال الفقهاء وديال الكنوز باشاره واحده؟ سهله جدا، من غدا الصباح كنتكلم معكم باشاره واحده، جميع الساده تتسدوا، جميع الشوافات تتسدوا، جميع الرقاه تتسدوا، اي حاجه عندها علاقه بالفقهاء ولا عندها علاقه بالسحور ولا عندها علاقه بابطال السحور باشاره واحده من الدوله، الكل يتوقف، حتى حاجه ما تبقى. اذا الدوله راغبه في هذه الامور انها تبقى، باش ما نكذبوش على راسنا وباش ما نخليوش ديك البروباغندا توسع على ظهر واحد السيده اللي هي ماتت، الله يرحمها اللي هي الطفله نعيمه، وباش ما نغطيوش عاوتاني الشمس بالغربال. طفلها هي ماتت لحد الساعه، شكون هو القاتل؟ الله اعلم. مازال كاع اهلين ما معروفش. وحاليا كاين ناس اللي هما مدفوعين تجاه ديك المنطقه باش انهم يديروا بروباغندا على الكنوز. ما بقيناش كنتكلموا على الطفله الله يرحمها اللي ماتت اللي هي الروح عزيزه عند الله، ما بقيناش كنتكلموا عليها هذه، ولا الكلام ديالنا كله عن الكنوز وعن الفقهاء وعن الجن والروح اللي هي الصلب ديال الحديد ديالنا، ما بقيناش كنتكلموا عليها. القاتل اللي هو موضوع ديال هذه القضيه دي ليس هناك عليه حديث ولا من يتكلم عليه. نتكلموا على مافيات اللي هي وهميه ديال استخراج الكنوز والطفله، والحق ديال الطفله هو مازال كنشوفوا بان البحث كاين فيه واحد التعقيد. عقلتوا على واحد الكلمه اللي قلت لكم بان الجثه ديال طفله نعيمه بقات 30 يوم، خلاوها 30 يوم عاد جابوها حطوها. وقلت لكم لو كانت المساله كتعلق بكنوز غادي يجيبوا ديك البنت مباشره، مني غادي يذبحوها وغادي يساليو منها غادي يجيبوها مباشره غادي يحطوها، ولكن هما خلاوها 30 يوم. هذه قلت لكم في الحلقات السابقه، قلت لكم خلاوها 30 يوم علاش؟ باش ان ما يبقاش الاثار، باش الخبره الطبيه ما دارش على ديك الجثه ويعرفوا شنو هي الاعضاء اللي نقصات. قلت لكم هذا الكلام. الان جريده الصباح كتنشر واحد المقال كتقول نعيمه زاكورا تحلل الجثه يعقد الابحاث. يعني هنا فهمتوا بان الخطه راه نجحت، الخطه ديال اننا نخليو 30 يوم الجثتين مشي من الاثار وعاد نحطوها باش من هاد الخطه هذه كامله علاش؟ باش ما نعرفوش شنو هي الاعضاء اللي نقصات من ديك الجثه. وهذاك هو الكنز الحقيقي، انا كنقول هذاك هو الكنز الحقيقي. دابا حاليا اذا دخلتوا للسوشيال ميديا شنو غادي تلقاو الكلام علاش؟ غتلقاو الكلام بان هناك بعدا واحد الجمعيه حقوقيه اللي كل الكلام ديالها سطروا عليها، كل الكلام ديالها يصب حول الكنوز. وحنا المغاربه ملي كيكون شي واحد كيتكلم لينا ما كنطالبوش بالدليل. انت كجمعيه حقوقيه الان كتكلم على الكنوز في عوض انك تتكلم على المطالبه اننا نلقاو شكون هو القاتل ديال طفله نعيمه، واصبحت جازم يعني عندك يقين بان المساله كتعلق بكنوز، فين هو الكنز؟ انت كجمعيه كتردد في هذا الكلام وكتخرج عند الراي العام وكتقول لهم الكنوز، كتهبط وكتطلع بالكنوز انت وداك الصحفي، وفين هو هذا الكنز هذا؟ هو الابحاث مازال معقده. وانا في رايي عاد تسولوني على رايي الشخصي، كنقول لكم واحد المساله، ان الابحاث تعقد بحال في القضيه ديال حمزه مومبيبي. الابحاث فوقاش كتعقد؟ الابحاث كتعقد ملي كيكون شي راس اللي هي كبيره، شي مسؤول اللي هو نافذ. حنا كنتكلموا على رئيس جماعه بحال هذيك القضيه ديال السويسريه، شوفوا رئيس جماعه دار ضجه ومازال متابع في حاله صراح، المتابعه في حاله صراح من بعد اسقاط القضيه وما غادي يبقى والو.
هذه المساله كتوقع في كثير من القضايا. حتى في هذه القضيه ديال الطفله نعيمه راه انا كنظن بان اليقظه ديال رجال الامن راه غادي تمكنهم انهم يعرفوا القاتل بواحد السرعه اللي هي كبيره. علاش كاين هذا التعقيد في الابحاث؟ علاش كاين هذا البطء في الاحداث بهذه الطريقه؟ علاش كاينين الناس اللي كيحاولوا يروجوا المساله ديال الكنوز؟ واش باش يهيئوا الارضيه وما نتكلموش حنا على دوك المسؤولين اللي هما كبار؟ حقاش ملي غادي تبقاو تكلموا لنا على كنوز 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 راه ما عمرنا غادي نتكلموا على مسؤولين نافذين. غادي نوقفوا عاوتاني حد الفقيه، غادي نعتقلوا الفقيه وغادي نحبسوا. رغم انني سمعت واحد الخبر انا ما متاكدش منه هو صحيح ولا ما صحيحش، حتى داك الفقير اللي شدو راه متابع حاليا في حاله صراح. هذا الخبر ما متاكدش منه كما قلت لكم، تتاكدوا نتوما ونزيد نتاكد انا من الخبر. وحتى اذا كان متابع في حاله اعتقال لا يشكل فارقا، لا يشكل فارقا، راه ما كاين حتى شي فارق. حنا كنقلبوا على شكون هي هذه العصابه المنظمه اللي قامت بهذه العمليه. واذا لاحظتوا كاينه واحد الحمله اعلاميه باش انهم يدوروا القضيه، يدوروا الاتجاه ديالها. انت كتكلم على طفله نعيمه اللي هي ماتت واللي هي روح عزيزه عند الله، كنلاحظوا بان القضيه ولات كتدور عن السيده سعاد اللي هي مازال حيه واللي هي مازال كاينه على ارض الواقع، واللي كان اقوى رد ديالها انها خرجت وقالت لدوك الناس ما تبقاوش تهضروا فيا، ان القضيه ديالي راه قديمه كترجع لثلاث سنين وخمس سنين، اش جابها لهذ الوقيته هذه؟ وبالفعل السؤال ديال القضيه ديال السيده سعاد القضيه عندها خطيره جدا، ولكن السؤال اللي كيطرح نفسه اللي هو ذكي في نفس الوقت، اجاب لو سوجي ديال القضيه سعاد ديال القضيه ديال هذيك السيده سعاد، اجابها لهذا الوقت ديال الطفله نعيمه اللي خص يكون الهم ديالنا لقاو شكون اللي زهق الروح ديال ديك السيده. هما جابوا القضيه ديال سعاد باش هكذا تكاموا في القضيه الكبيره ومشي التفكير ديال الشعب المغربي نحو الكنوز ونحو الفقهاء، والعينين ديالنا تغمض نحو المسؤولين النافذين والغرض الحقيقي اللي مشات له طفله نعيمه واللي على سبابه تقتلت ديك الطفله. والدليل على الكلام ديالي هو كاين الى يومنا هذا مجموعه ديال الاختطافات ومحاوله الاختطاف اللي هي مستمره، وكل مره كتوقع محاوله اختطاف وتبوء بالفشل اش كيخرجوا لنا الاعلام كيقول لك محاوله اختطاف طفل زهري. شنو هي الحاجه اللي اكدت لكم بانه طفل زهري ذاك الطفل هذاك؟ علاش بالضبط مشى الاتجاه ديال ان محاوله اختطاف ارتبطت بالطفل الزهري؟ علاش بالضبط عندكم سيناريو واحد؟ هذا سؤال يطرح. ونعاود نقول لكم واش هادشي كامل كنوز، ونتحدى اي واحد شفتي شي نهار بان كان شي خرجة اعلاميه او مثلا الامن اعتقل شي واحد وجابوا حطوا لك الكنز وقال لك هو الكنز اللي لقينا. هذه ما عمركم شفتوها وما عمركم غادي تشوفوها، لان الكنز الحقيقي ما كيتصورش، لان الكنز الحقيقي اللي كيستخرجوا من الاعضاء ديال ذاك الانسان ما كيتمش التصوير ديالو. ويكفي اننا نمشيو لدوله اخرى في حال مصر، في حال العديد من الدول، في حال الجزائر، في حال العديد من الدول، غادي تمشي غادي تلقى فيهم اختطافات ديال الاطفال بحال الشيء اللي واقع في المغرب في هذه الايام هذه بالضبط. ولكن السبب ما عمرك غادي تسمع هذه المساله ديال الكنوز، لان حنا في المغرب عندنا هذا الاعتقاد، هذا يعني كاين موجود، تقدر دير ليه ولدو وتقول له ده عمي الغول غادي يتيقك، لانه هو يؤمن بعمي الغول. ولكن غادي تمشي لمصر، غادي تمشي لدول اخرى، تقول له ده عمي الغول، يقول لك شكون هو هذا عمي الغول؟ اجبد لي يا سيدي هذاك الدري اش درتو به؟ اجبد لي يا سيدي هذاك الدري علاش قتلتوه؟ غادي يمشي معك بعيد. ولكن هنا تقدر تطفي النار ديال ذاك الاب اللي كيقلب على بنته اللي اختفات، توهم للكنوز صافي تقدر تسكتو طويل القضيه ما كاين والو. الى هنا الحين نقول لكم للاسف هذا هو الواقع الذي نعيشه. ما تنساوش انكم ديروا لايك وتبارطاجيو هذه الحلقه لاننا تكلمنا على معلومات اللي هي خطيره، ونتلاقاو في الحلقه المقبله ان شاء الله.